من المواضيع المهمة وبسيطة كلش بنروح مرحلة ثالثة عندنا assertion and non-assertion. كلمة assertion معناها الجملة الإيجابية اللي هي المثبتة positive اللي هي الجملة الخبرية اللي ينطينا بها خبر، جملة المثبتة العادية. non-assertion هي جملة السؤال والنفي، هي جملة السؤال والنفي. شلون تجينا بالامتحان؟ غالبا تجيكم بالامتحان يجيب جملة عادية مثلا ويقول حولها، مثلا هي assertion، هي assertion، يقول حولها non assertion، يعني تحولونها الى نفي او سؤال. هاي واحد من الأسئلة. مرات هو ينطيها مثلا جملة منفية، منفية على سبيل المثال، ويقول حولها الى assertion، سوونها مثبتة انتم. هاي واحد من الأسئلة. تلاحظي هنا مكتوب عندك any، كلمة any، كلمة any تجي ويا non-assertion، يعني تجي ويا النفي ويا السؤال. مرات تجيب جملة هي بيها any ويقول لك correct، صحيح الجملة. طبعا انت من يشوف any لازم تحطها مثبت، يعني معناها هو جايب لك دلالة على الـ على الـ على non-assertion وقال لك رجع ليها على assertion، بس هو ما قال لك رجعها، هو بس قال لك صحح. فانت لازم تعرف انه هذا موضوع non-assertion، وهنا لازم ننتبه لانه بعض الاحيان راح يربطه ويا موضوع اخر. يعني مثلا يربطه ويا اليونت الثالث، عندنا افعال الناقصه، عندنا المودلز والى اخره. فمثلا يقول لك استخدم مثلا نيد، فعل نيد اللي هو معناه يحتاج. هذا الفعل نيد شي يقول لك استخدم ليا بحاله الاسيرشن او حاله النون اسيرشن، فهو مرات يجيب لك لو فات، يعني مو بس بهذا الموضوع. فانت لازم تعرف انه كلمه اسيرشن معناها الجمله المثبته العاديه، الجمله الخبريه، وجملة non-assertion هي جملة السؤال. طبعا إذا كان سؤال منفي أو إذا كان سؤال مثبت أو إذا كانت الجملة منفية كاملة فهي راح تكون كلها non-assertion. إذا عرفت هاي المعلومة فأمورك راح تصير كلش تمام. شنو يعني سؤال منفي؟ مثلا didn't you اللي هو السؤال اللي يكون بنفي، يعني سؤال على شكل نفي. didn't you، don't you، هيك. هذا هو المقصود بالassertion والnon-assertion. أي سؤال تقدرون تكتبونه بالتعليقات.